بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر المسار التكنولوجي لمادة علوم الحاسب، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم الإلكتروني. درسنا اليوم تدريبات المعارف والمفاهيم النظرية للوحدة الأولى هياكل البيانات المتقدمة. في البداية سوف نستعرض ما تعلمناه في الوحدة الأولى هياكل البيانات المتقدمة، حيث قمنا بدراسة هياكل البيانات الخطية، تعرفنا على المكدس والطابور والقائمة المرتبطة، ثم درسنا هياكل البيانات غير الخطية حيث قمنا بدراسة الأشجار والمخططات. الآن السؤال الأول، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي. أولاً، عملية إدخال عنصر إلى أعلى المكدس تسمى Push, Pop, NQ, DQ. سوف نستثني NQ, DQ لأن هذه العمليات تنفذ على الطابور. بقي Push و Pop. الدالة Pop تقوم بحذف عنصر، فيبقى Push هي عملية إدخال عنصر إلى أعلى المكدس. السؤال الثاني، الدالة المستخدمة لحذف عنصر من أعلى المكدس تسمى Push, Pop, Append و Pop Zero. Push قلنا هي عملية إضافة عنصر إلى المكدس. Append هي إضافة عنصر أو الدالة المستخدمة لإضافة عنصر. بقي Pop و Pop Zero. Pop Zero هي الدالة المستخدمة لحذف أول عنصر من الطابور. الإجابة الصحيحة هي Pop. ثالثا، تستخدم العملية DQ في، هل تستخدم في إضافة عنصر إلى المكدس أم إزالة آخر عنصر من الطابور، أم إضافة عنصر إلى الطابور، أم إزالة عنصر من مقدمة الطابور. DQ هي عملية على الطابور، إذا نستثني الفرضية الأولى إضافة عنصر إلى المكدس. هل DQ هي إضافة أم إزالة؟ هي إزالة من الطابور. هل هي إزالة آخر عنصر من الطابور أم أول عنصر من الطابور؟ فالطابور يتبع قاعدة First In First Out، إذا الإزالة دائما تكون من المقدمة، ف الإجابة هي إزالة عنصر من مقدمة الطابور. رابعاً، هيكل بيانات يتبع قاعدة First In First Out، هل هي القائمة List أم المكدس Stack أم الطابور Queue أم القائمة المرتبطة Linked List؟ فنجد أن هيكل البيانات الذي يتبع قاعدة First In First Out هو الطابور، أي أن أول عنصر نقوم بإضافته للطابور هو أول عنصر نقوم بإزالته من الطابور. خامسا، إحدى أنواع هياكل البيانات التالية تعتبر من هياكل البيانات الديناميكية أي المتغيرة، هل هي القائمة ليست أم المكدس ستاك أم الطابور كيو أم القائمة المرتبطة لينكد ليست؟ بالتأكيد هي القائمة المرتبطة Linked List، تعتبر من هياكل البيانات الديناميكية، والباقي هم هياكل بيانات ثابتة. سادسا، للوصول إلى عقدة معينة في القائمة المرتبطة نحتاج في البداية إلى معرفة عنوان العقدة الأولى أم عنوان العقدة الأخيرة أم عنوان العقدة المراد الوصول إليها أم عناوين جميع عقد القائمة المرتبطة. طريقة الوصول إلى أي عقدة في القائمة المرتبطة تقتضي في البداية معرفة عنوان العقدة الأولى ومنها الانتقال عبر العقد حتى الوصول إلى العقدة المراد الوصول إليها، فالإجابة هي عنوان العقدة الأولى. أحد هياكل البيانات الذي يتكون من مجموعة من العقد التي يتم ترتيبها بشكل هرمي، بحيث يمكن لكل عقدة أن ترتبط بعقدة أو أكثر، هل هو المكدس، الطابور، المخططات أم الأشجار؟
في البداية سوف نستثني المكدس والطابور، لأن السؤال يقول أحد هياكل البيانات الذي يتكون من مجموعة من العقد، فنجد أن المخططات تتكون من مجموعة من العقد، والأشجار تتكون من مجموعة من العقد. ثم يقول يتم ترتيبها بشكل هرمي، فنجد أن الأشجار هي التي يتم ترتيبها بشكل هرمي. العقدة الوحيدة في الشجرة التي ليس لها أب وتكون في المستوى الأول للشجرة تسمى الإبن، الجذر، الورقة أم الأطراف؟ بالتأكيد هي الجذر روت. تاسعاً، أحد هياكل البيانات التي تتكون من مجموعة من العقد تترابط فيما بينها في شكل شبكة يسمى، سوف نستثني المكدس والطابور لأنه المثال أو السؤال يقول أحد هياكل البيانات التي تتكون من مجموعة من العقد، والمكدس والطابور لا يتكونون من مجموعة من العقد. بقي المخططات والأشجار، السؤال يقول تترابط فيما بينها في شكل شبكة، فبالتأكيد هي المخططات التي تتكون من مجموعة من العقد التي تترابط فيما بينها في شكل شبكة. عاشرا، أحد الأمثلة على المخططات الموجهة، هل هي شبكة الويب، الفيسبوك، أم خرائط جوجل مابس، أم تويتر؟ بالتأكيد هي شبكة الويب العالمية، هي أحد الأمثلة على المخططات الموجهة. السؤال الثاني، أكمل الجدول الآتي لمقارنة هياكل البيانات الثابتة وهياكل البيانات الديناميكية. الجدول هياكل البيانات الثابتة وهياكل البيانات الديناميكية، سوف نقارن من حيث حجم الذاكرة المخصص لكل منهما وطريقة التخزين أو طريقة التخزين في الذاكرة. فنجد أن حجم الذاكرة المخصص لهياكل البيانات الثابتة ثابت، بينما حجم الذاكرة المخصص لهياكل البيانات الديناميكية يمكن أن يتغير أثناء تنفيذ البرنامج. كذلك طريقة التخزين في الذاكرة بالنسبة لهياكل البيانات الثابتة يتم تخزين العناصر في مواقع متجاورة في الذاكرة، بينما بالنسبة لهياكل البيانات الديناميكية يتم تخزين العناصر في مواقع عشوائية في الذاكرة الرئيسية. الجزء الثاني، أكمل الجدول الآتي لمقارنة هياكل البيانات الأشجار وهياكل البيانات المخططات من حيث شكل ترابط العقد والعلاقة أو علاقة العقد مع بعضها البعض. فنجد أن هياكل البيانات الأشجار تترابط العقد فيما بينها في شكل أو في شكل هرمي، بينما هياكل البيانات المخططات تترابط العقد فيما بينها في شكل شبكة. ثانيا، علاقة العقد مع بعضها البعض، ترتبط العقد بعلاقة أب وأبناء بالنسبة لهياكل بيانات الأشجار، ولا توجد علاقة أب وأبناء بين العقد بالنسبة للمخططات. السؤال الثاني، الجزء الثالث، صحح الخطأ في العبارات الآتية. مؤشر رير يشير إلى آخر عنصر في المكدس. مؤشر رير يشير إلى آخر عنصر في المكدس. التصحيح، مؤشر رير هو يشير إلى آخر عنصر في الطابور، كما يمكن التصحيح بطريقة ثانية، مؤشر توب هو الذي يشير إلى آخر عنصر في المكدس. مؤشر رير يشير إلى آخر عنصر في الطابور، ومؤشر توب يشير إلى آخر عنصر في المكدس. في الشجرة Complete Binary Tree يجب أن يكون لكل أب 2 من الأبناء وجميع الأوراق في نفس المستوى. التصحيح هو في الشجرة Perfect Binary Tree يجب أن يكون لكل أب 2 من الأبناء وتكون جميع الأوراق في نفس المستوى. نمر الآن إلى السؤال الثالث، عرف كل مما يلي: هيكلة البيانات، الطابور، القائمة المرتبطة، والشجرة الثنائية Binary Tree.
هيكلة البيانات هي تقنية لتخزين البيانات في الذاكرة وتنظيم عملية الوصول إليها لاستخدامها بكفاءة وسهولة. الطابور هو هيكل بيانات يتبع قاعدة First in, First out، أي أن أول من يدخل هو أول من يخرج، بمعنى أن كل عنصر في قائمة الطابور يتم التعامل معه حسب ترتيب وصوله. القائمة المرتبطة هي أحد هياكل البيانات الخطية، وهي تشبه سلسلة من العقد المتتالية. الشجرة الثنائية Binary Tree هي حالة خاصة من هياكل بيانات الأشجار، وتتميز بوجود ابنين على الأكثر لكل عقدة. السؤال الثالث، ثانيا، اذكر الإجراءات المطلوبة لإضافة عقدة إلى القائمة المرتبطة. أولا، جعل مؤشر العقدة الجديدة المراد إضافتها يشير إلى العقدة التالية لمكان إضافة العقدة الجديدة، ثم جعل مؤشر العقدة السابقة لمكان إضافة العقدة الجديدة يشير إلى العقدة الجديدة. السؤال الثالث، اذكر مثالا على استخدام كل نوع من هياكل البيانات الآتية: المكدس، القائمة المرتبطة، الأشجار، والمخططات. نجد أن المكدس يستخدم في الأمر أو أمر التراجع أندو في جميع تطبيقات الحواسيب. القائمة المرتبطة وتستخدم مثلا في برنامج عارض الصور، الحركة بين الصفحة السابقة والتالية في متصفح الويب. الأشجار تستخدم في تخزين هياكل البيانات الهرمية مثل هياكل المجلدات، كذلك تستخدم في تعريف البيانات في لغة HTML، كما تستخدم في تنفيذ الفهرسة في قواعد البيانات. بالنسبة للمخططات تستخدم في شبكة الويب العالمية، في خرائط جوجل مابس، وفي الفيسبوك وغيرها من الاستخدامات. في الأخير أشكركم أعزائي الطلبة على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.